أخيراً بعد طول انتظار ستطأ أقدام المشتاقين سجادات بيوت الله وترفع أيديهم للتعبد في حضرته وتنطق ألسنتهم حمداً وشكراً لعزته وجلالته. يوم 15 أوت المقبل اختير لفتح أبواب المساجد أمام المصلين لأول مرة بعد قرابة 5 أشهر، إلى أن العودة استثنت النساء والأطفال وأصحاب الأمراض المزمنة نظراً لضعف مجابهتهم الفيروس. كما ألحت الوزارة على تطبيق صارم للإجراءات الوقائية المقررة. أما ما أثار الحيرة وربما الخيبة لدى الكثيرين الإبقاء على تعليق صلاة الجمعة، فكانت الدعوة الملحة من قبل الأئمة لإعادة النظر في القرار من قبل المجلس الأعلى للأمن. كنا نأمل أن الجمعة لا بد أن يوجد لها حلول ولو جزئية حتى يدرك الناس عظمة هذا اليوم بما فيه من استجابة الدعاء، وأن الله تبارك وتعالى خصه بصورة كاملة في القرآن سورة الجمعة، وفضل الجمعة فضل عظيم، فنرجو أن يتدبر الموضوع وأن يناقشوا من جديد وإحالته على المجلس الأعلى الآن لمراعاة الظروف التي ينبغي أن تكون في الجمعة، ولو في ما يمكن أن يحددوا في مساجد كبرى لوجود التباعد وعدم الاحتكاك. أرجو ذلك بإذن الله تبارك وتعالى من المسؤولين أن يعيدوا النظر في مثل هذا القرار. الفتح التدريجي للمساجد وإن كان منقوصاً خطوة لا بد من تثمينها عن طريق احترام الإجراءات الوقائية المقررة، وأي خرق لها أو تسجيل حالة مرضية على مستوى أي واحد منها كفيل بالغلق.